موضوعنا اليوم بفاميلي، موضوع بيشغل بال كل الأهل، موضوع بيشغل بال المجتمع بأكمله، وهو موضوع المخدرات. رح نعالج هالموضوع من الناحية الاجتماعية مع السيدة هويدا بورامية. أهلا وسهلا فيك. مرسي. حضرتك رئيسة قسم الماستر والدكتوراه بالعمل الاجتماعي بجامعة القديس يوسف. اليوم رح نحكي عن هالآفة يلي ما بتوقف هويدا، يلي دايما بتطال بأغلبيتها الشباب. بدنا نفسر شوي كيف بتصير الأمور، بدنا نفسر شوي كمان عمل الأهل، عمل المدرسة، العمل الاجتماعي ككل كيف ممكن يساعد لحتى تتوقف. ونحن بنعرف كتير كمان أنه هالإف هي منا فقط إف اجتماعية، إنما كمان في أسباب اقتصادية سياسية وراء هالموضوع. خلينا نبلش بهيك التعريف شوي. بالحقيقة أنا اليوم إذا بدي أحكي عن هالموضوع كتير مهم نحكي عنه من ناحية علمية، لأنه أكيد في كتير ناس عم تشتغل بلبنان بمجال الإدمان على المخدرات. وأنا اليوم بحب أحكي عن نتائج دراسة عملناها بالجامعة اليسوعية، خلصت سنة الماضي وأظهرت هالنتائج. كتير واقع كتير مهم ومعقد بخص الشباب بلبنان. حكيت عن الأسباب اللي بتوصل للإدمان على المخدرات. وبالحقيقة هالدراسة أظهرت أنه بلبنان في عنا كتير أسباب بتخلي هالشباب يوصلوا للإدمان على المخدرات. صحيح بالمنتاليتي، يعني بتفكير الناس، بيقولوا هيدول الشباب بلا تهذيب، طالعين من عيال ما فيها أخلاق إلى آخره، بس بالأخير أظهرت هالدراسة أنه فيهم يكونوا الشباب طالعين من عيال كتير مرتبة، عندهم أهل كتير مهتمين فيهم، بس علقوا بطريقة بالعكس يمكن يعني أوقات أسهل لما بيكون معنا عنا القدرة المادية. في قدرة مادية صحيح، وفي شيء بنسميه نحن واقع مسهل، يعني نعم. الوصول للمخدرات بلبنان هو شغلة هينة مثل ما بينت هالدراسة. أوقات بيقولوا الشباب إنه دليفري بيقدروا يطلبوا مخدرات. سو المهم كتير إنه نحن نعرف والناس تعرف إنه مش هالقد القصة بعيدة عنا، فيها كتير تكون كتير قريبة منا. وفي حيالله شاب ابن تلميذ جامعة، ابن عائلة مرتب إلى آخره، يوقع بالمخدرات، لأنه الأسباب اللي ظهرت من هالدراسة هي أسباب معقدة كتير. بيظهر فيها كتير وجود الأقران، يعني الأصحاب، قديش ممكن يكون مؤثر، قديش ممكن يكون الشباب يجروا بعضهم. وهالدراسة أظهرت شيء نحن بنسميه إذا بدك الطريق اللي بيتبعها الشاب لتعاطي المخدرات. هالطريق بتبلش بمحل بيفتكر حاله انه هو كتير كتير قوي، انه بيقدر يسيطر، معلش بجرب مرة ما بدها هالقد، ساعة البدي بوقف، انه هي اكسبيرينس جديدة ولازم تكون فيري كول وما بدها هالقد. وشوي شوي بيصير يغرق وما بيلاقي حاله الا مدمن. يعني نحن هون عم نحكي عن اي انواع هيدا؟ هل هون كل الانواع المخدرات تتشابه؟ يعني نحن بنعرف هو شو بيصير. نعم. نحن في اشياء اخف من غيره تقريبا. يعني طلنا 40 شاب وصبية شاركوا معنا خبراتهم. شو بيقولوا؟ بيقولوا احنا اول ما بلشنا كنا سهرانين بباب، انعرض علينا حشيشه مثلا، قال شو بدها الحشيشه؟ يعني كثير بسيطه، ساعه اللي بدنا منوقف. شوي شوي بيزهقوا من ذات النمط، وكمان هاللذه والمتعه اللي بيعطيها اول نوع من المخدر بتنتهي، بصيروا يجربوا الثاني والثالث الى اخره، وهيك بيغرقوا. بصير يعني هي مثل عمليه تسلسليه بتوصلهم لقعر المحيط مثل ما بيقولوا للارض، بمحل بيلاقوا حالهم مدمنين. يعني انا أكترية الناس اللي عملت معها مقابلات وصلت لوقت قالت لي انا صرت مدمن من دون ما اعرف. يعني بيفتكروا الشباب انه يي هالقد الادمان كثير بعيد عنا، ويوما ما بيوعوا لحالهم انه هن مدمنين، مش قدرانين يتخلوا عن المخدر. رح نحدد بعض الامور كمان مع حضرتك اليوم، اكيد رح تعطينا هيك شويه نصايح عمليه للاهل تحديدا ليقدروا يساعدوا اولادهم انه يتخطوا هالموضوع. لما منقول مدمن كيف يعني؟ أو كيف منحدد هالكلمة اجتماعياً؟
المدمن هو الإنسان اللي ببطل يقدر جسدياً يتخلى عن المخدر، يعني رح بيصير المخدر بيوم من الأيام حاجة ماسة لإله. ولما بيصير هالحاجة ماسة لإله هيدا الشيء بغير الإنسان، يعني وهيدي كمان بهالطريقة اللي أظهرتها هالدراسة، بيوم من الأيام هالإنسان عم بيشوف حاله عم يتغير لأنه بحاجة للمخدر. إذا مادياً ما قدر وصل له بده يعمل حيلا شغلة لحتى يوصل له. ومن هون الذهنية اللي عنا أنه شاب المدمن هو شاب مجرم، هو بالحقيقة الإدمان بحد ذاته منه الجرم، ولو أنه القانون اللبناني بعد في كتير هلأتني، يعني في كتير تناقضات حتى بالقانون اللبناني بين التجريم وعدم التجريم، بس بنظر الناس هو مجرم لأنه يوما ما رح يضطر إذا ما كان عنده المادة اللي بتسهله الوصول للمخدر أنه يعمل حيلا عمل إجرامي لحتى يوصل للمخدر. وهيك عم نشوف انه الشاب بيقدر يكون يبلش حياته بشكل كتير عادي وطبيعي، بس لما بيعلق بالادمان على المخدرات عم يتحول لحدا مضطر يعمل اعمال اجراميه لحتى يوصل للمخدر. وهيدي خطوره الامور، لانه بمحل هالشاب او هالصبيه عم بيعيشوا بطريقهم كتير خسارات، عم يخسروا كتير، عم يخسروا اهلهم، عم يخسروا اصحابهم، عم يخسروا مهنهم، عم يخسروا سمعتهم الحلوة، عم يخسروا أعمال، والأكثر من هيك عم يخسروا حياتهم. يعني بمحل الشباب، يعني أنا من الناس اللي قابلتهم كلهم يعني من دون استثناء وصلوا لمحل تواجهوا مع الموت أو عملوا أوفردوز بالغلط، أو في ناس قالت أنا عملت أوفردوز لأن بدي أخلص، ما بقى فيني، ما فيني عندي خلاص من هالحياة إلا أني جرب انتحر بطريقة معينة. الخسارة كتير كبيرة، واللي بيأثر بهالموضوع أنه لما هن بيكونوا مبلشين يعني دايماً منحس هوايدة أنه عم يوصلوا لهالمحل لحتى بعدين يفكروا يوقفوا. هيدا الموضوع يلي عم نحسه وكأنه شائع عند الكل. صحيح. تقريبا هيدا اللي أظهرته الدراسة، لأنه نحن بهالدراسة بيّنت الطريق اللي بتوصل للتعاطي، وجربنا نطلع كمان طريق للعلاج. بالطريق للعلاج شو لاحظنا شغلة كتير مهمة، إنه شو ما عملوا الأهل، شو ما عملوا الأصحاب، إذا الشاب والصبية ما وصلوا لمطرح هيك بالقعر مزبوط، يعني بالإنجليزي بيقولوا bottom down، جو تحت بمحل حس إنه لازم أعمل شيء لحياتي، ما عم بيقدروا يلتزموا بالعلاج. وكمان لحتى الأهل ينطروا لهالمحل الخطر جدا يلي ممكن يودي بحياة أولادهم، ما بيقدروا يمكن يقعدوا يتفرجوا وينطروا ويكون عندهم هالصبر إنه ينطروا الولد ليوصل، ويمكن يضل ويمكن ما يضل بيناتهم. يعني هالمرحلة ممكن يمكن الأشخاص اللي تعرفت حضرتك عليهم كان عندهم الحظ إنه يرجعوا يبدوا حياتهم من أول وجديد، ولكن غيرهم ما خلصوا منه. صحيح. والمهم كتير لكن هون الأهل شو بيعملوا؟ 100% نحكي عن الأهل. يعني نحن هالدراسة اللي عملناها هي دراسة نوعية، يعني بقلب هالدراسة بتحكي مع الناس عن خبراتهم بشكل كتير عميق. اللي بيّن معنا وكتير كتير مهم إنه الأهل بلبنان، لأنه عم نحكي دراسة بلبنان، منن مأهلين يتعاطوا مع الموضوع من أول ما ببلش للآخر. يعني في ناس حتى ما قدروا يعرفوا إنه أولادهم عم يتعاطوا مخدرات لبعد 8 و10 و15 سنة. كان الولد قدامهم عم يتعاطى، يعني في أوقات يجيبوا الايروين على البيت يقول لها مام هيدا بروجي للجامعة. تصدق إنه هيدا بروجي للجامعة؟ هيدا نوع من النكران. 100% عندهم نوع من النكران، لأنه في بالثقافة ما عندهم معلومات عن شو يعني مخدر، وبالثقافة ما عندهم معلومات إنه إذا الشاب تعاطى مخدرات في نوع من التعاطي العلمي معه بيقدر يتساعد. بصيروا يجربوا لأنه المجتمع بينبذهم وبينبذ أولادهم، بينكروا بالأول نفسيا وبيرجعوا بينكروا اجتماعيا وبيخبوا. وإذا بقول لك إنه في ناس بقلب هالدراسة قالت إنه وصلت أو مطرح هي تساعد أولادها على الأعمال الإجرامية ليوصلوا للمخدر، يعني كان في مدام تقول لي أنا روح معه مع المنطقة الفلانية لحتى يحصل على المخدر وساعده ليبيعهم لحتى يقدر يحصل على حصته، لأنه ما عاد أعرف شو بدي أعمل. ليه ما أخذته على مركز تأهيل؟ لأنه ما بتعرف بكل بساطة. فينا نحن نقعد اليوم نقول معقول في ناس ما بتعرف؟ في ناس ما بتعرف. في شباب قالوا لي قعدنا 5 سنين أنا بدي أتعقى ما بعرف وين.
نحن بالنسبه يعني هون بس اسمحي لي هويدا وجه تحيه كثير كبيره لكل الجمعيات الاهليه اللي عم تشتغل لمكافحه المخدرات من دون ما سمي اي جمعيه، يعني الكل قد ايه عم يشتغلوا لحتى يعملوا هالتوعيه على الارض بالاعلام، وبعد لهلا مش كافي قديش يعني عم يشتغلوا الجمعيات الاهليه بلبنان. مثل ما عم بتقولي انا كمان بوجه لهم تحيه لانه بمحل عم يشتغلوا لحالهم من 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 ماشي مسانده تقريبا، يعني انه كثير قليل كثير قليل المسانده عم يشتغلوا، يعني قد ايه دورنا مهم نحن كمان كمواطنين. وهن بيقولوا انه نحن هلا يعني بال 2015 2016 خلصت الدراسه السنه الماضيه كثير صار في تقدم، بس مع هالتقدم اللي هن بيعترفوا فيه بيقولوا كمان بيعرفوا انه بعد في شباب ما بيعرفوا، وبيعرفوا انه بعد في شباب بعد في اهل ما بيعرفوا كيف يتعاطوا مع هويدي. الاهل يلي عايشين بالنكران او الاهل يلي عم يعرفوا ولكن ما عم يعرفوا يتصرفوا، كيف بدي اعمل لحتى وصوا على المركز؟ شو بدي اقول له لاقنعه؟ بنسمعهم كثير، ما بعرف، ما فيني اجبره، ما بقدر اخده بالقوه، وعلى كل حال الجمعيات حتى ما بتقبل انه يجي شخص بالقوه وبالاكراه لانه ما رح يمشي الحال لانه الشباب العمليه مزبوط. هي بالحقيقه الشباب كلها بتبلش اول علاج وثاني علاج وثالث علاج وبتوقف، يعني الطريق كثير طويله والطريق قليمه وبتعذب، منا طريق بسيطه. مشان هيك الاقناع واكيد ما في رسات، يعني ما في رسات، الاقناع للعلاج هو عمليه صعبه كثير، الاهل لحالهم ما فيهم يعملوها. مشان هيك اهم شغله بيعملوها الاهل انهم يلجأوا للجمعيات الاهليه اللي عندها خبره مع الشباب، وكمان الشباب ما بتتشابه، يعني ولو خبراتهم تقريبا متشابهه، كل واحد مثل ما بيقولوا عنده مفتاحه. بمحل الجمعيات الاهليه لما عم تلتقى بالاهل، صحيح ما بتقبل انه يجي الشاب غصب عنه لانه ما بيكمل، بس بتقدر تساعد الاهل يقدروا يتصرفوا مع الولد بشكل انه يقدر انه يقبل العلاج. وهيدي عمليه صعبه بدها صبر، يعني حتى الاهل اللي احنا شفناهم ومثل ما قلتي حضرتك قبل شوي، الشباب كانوا عم يطلعوا شوي من هالطريق وعم يوصلوا لاواخر لاواخر التاهيل، كانوا عم بيقولوا دخيلكم قلبنا عقيدنا. العوارض هي عوارض كثيره، يعني هي النعاس، التعب، العيون الحمر، ما في يشتغل، ما في يدرس، العنف، كل هيدول. بس اوقات الاهل مثل ما قلنا بحبوا، مش بحبوا، يمكن هالقد بخافوا، هالقد بخافوا من الموضوع وما عندهم معرفه كامله فيه، بصيروا يخبوا على حالهم وعلى غيرهم ويضبطوا. يعني بيقول الاهل حتى هلا اليوم اذا شاب بالتاهيل بيقولوا لك انا ابني مسافر، لانه بيستحوا يقولوا انه هو مدمن وعم يتعالج. ما يقولوا، بس المهم يكون عم يتاهل. بس اذا بس بتعرفي شغله كثير مهمه، انه المجتمع انترتان بيكون عارف انه هو عم يتأهل، واذا المجتمع ما كان عم يتقبل ويرجع ويندمج بشكل صحيح معه وكل الناس التانيين يساعدوه، كمان هالشاب بيفشل. المهم يمكن هون هالدعم لحتى يعرف الشخص انه في حل، في خلاص، في بدايه جديده. اهم فكره هي للاهل وللشاب. وحتى لو انت بمحل معين حسيت انه وصلت فريمون لاخر، يعني لاخر ما فيك توصل بالحياه وتمنيت الموت، والاهل اوقات بيقولوا عمل اوفر دوز ما طلبت له أمبولانس. يعني شوفي قديش الوضع أليم. حتى لو وصلت لهون لازم تعرفوا إنه في حل، في طريق للخلاص. والبداية الطريق صعب بس في طريق للخلاص. البداية إنه أقرب شخص لإلكن لازم يعرف يساعدكن تلاقوا جمعية. هلا إذا عتلي فيهم يدقوا ويسألوا، أنتوا لازم يكون عندكم يسألونا نحن موجودين وكل الجمعيات عنا، مش بالمخافر، مش بالمخافر، لأن أوقات أهل بيقولوا أنا أضبط طريقة لقيتها بالآخر، اتشك عليه، اتشك عليه، أنا أخذت ابني بإيدي على المخفر، المخفر بيعرف، القانون اللبناني بتفاصيله بيسمح للشاب بدل ما إنه ينسجن يقبل العلاج. صحيح. القانون ما في يجبره على العلاج، هيدا بس بيعطيه خيار، بيقول له أو الحبس أو العلاج. في كتير شباب بيفضلوا السجن لأنه مدة السجن أوقات أقل مع كل القصص اللي بتصير والتدخلات المحامية، فيها تصير أقل من مدة العلاج. بيفتكر الشاب إيه شو بدأ، يعني بعمل هالفترة بالحبس وبطلع. لازم يعرف أنه لو العلاج أطول وبيعذب أكتر، العلاج هو طريق لحتى يرجع يبني حياته من جديد، وهي اللي بدنا إياه. نعم. على كل حال الجمعيات كلها موجودة عبر الإنترنت على صفحة
منصات التواصل صحيح. الاجتماعي من ام النور لسيناكل دو لا لوميير لجنس انتي دروغ كثير غيرهم يعني ما فينا نسمي الكل يعطيهم الف الف عافيه كلهم موجودين لحتى يساعدوا بهالموضوع واهم شيء ما حدا يتغاضى عن هالموضوع يلي ممكن يودي للموت واهم شيء نعرف انه في دائما بدايه جديده اهم شيء في امل دائما اهم شيء الشباب واهل يعرفوا نعم. انه في بدايه جديده نعم. وفي كثير ناس حدهم يساعدون لها بدي اشكر وجودك معنا على هالتوعيه القويه يلي اعطيتينا اياها اليوم هويدا بوراميا مسؤولة عن قسم الماستر والدكتوراه بالعمل الاجتماعي بجامعه القديس يوسف شكرا لك شكرا لك وقفه سريعه ومنرجع لام تي في لايف